الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. درسي غوكو صاحب صن سيدي قلبيدنا اللو تشوغا ديننا اللو إلاليا احفظوا معها. نغهرين قف كستو ومد غريب كوا سترينجر ان ديغان كي يكل جر كي يدقن كا ومد اسكا ترسنين ما فضو دو حسين وهيستو ايش ودونا بدوني ده هكا تشوغو ان قف كالبيت كي يمينه وحين نمي بيئة مدقان environment لسن والدولة هي السيستم هي النظام له إنه أفراد وقيب قيب سن وكل كلية سواش سويدين تلنا وحويان أو باهن إنه آدي سويدين ما وحين نمي إني نوح وحكو بدلنه بسوحي نوني مين نوح كرر صنه يعني موحي نوني مي مثلا موح قرأ إنو الله نمي ودين تاني إيا نفتاني يعرور تينا فهم لقاقي وردقني يا في الدين هستا مركا موحي نوني مي إني نوح بدلنه ومثلا دين دقن أف وحاين تاني بدله إنو حكا لقاضنه من سوحي نونمي إن نوحي إني وحكو درسنه هدف كي نوحوها إنت أدنا هايسو إن شاء الله إن كلنا كوكرر سو كسيات سكيبوها ويا ميت كستوح وكرة تبمية إن سيد بقول هذا السوسيال تشوفوا حي تلماما قفك بين آدم كا هو يديسا إذا أنت تجيس أفكي سردغان كي سدين تي سوحا مسيني يبل شدو لنو ليه وحي آمن سيهين هدي اسكو مد نغضان قفك سوحو كنا ولا دبايد هدان في سعادة وراحة وطمئنان البال حسلوني دقناشي الرين يبرارو وامركو قفك وحاو الرميسيني سيدو فكري مثلا مركين ودن كيني تشوغني وحين نقلنا ولين وضن أفكا أدلوه داكتو دينتا أدلوه داكتو دقاكا أدلوه داكتو وحلبا أدلوه داكتو مركا إنا دادوغو أما دينكا إلاشاتو أما إلمها دينتي سوا إلاشانتو أقل المجهود وحيدا هدان إفورت كوغير جهدك تمرت كوغير إيا وقت كوغير باد قلينيسي ما دام أبلشدا وداكتان دقن يديني أفبا بلشك استهانا مركي بلشتا هاي دي سانتا هاي ان هوية دي دا ما وحي آمن سنتا يا ما الدين كيدا وحي إلالي يكو وزارة دانو الدولة دو سميساتو وزارة دو حبرشادة ليدا وحكالو إلالي إعلام كوادنك ميديا تي في هالنقطة من الراديو هالنقطة من الجريدة هالنقطة ما ميديا ودن كلية مينستريمك وحكلو إلى ليا نظام كيا قانون كيا سيستم كودنك ودين تاعت كسو جدوبته وحكو قبنا يا محي قانون باكو قبنا يا مركا ومضو مركا عينك أول سنتي الدبا مركا أتي ما دادي قو قف وراء ما لبا ما تبران قفوا كلا قد السنة أدو تمادة بلشو سيدا أوليسان بلشو دقان كيدي أف كيدي سكولينج سيستم كيدي ميديا هيدي وحبرشاد هيدي قانون كيدي أوليسان يهي غريب آتكو تهي سترينجر يمي آتهي آت سربتو وحاقين اينا ديلاشاتو وحنكا كرورساتو واقف إيه بلشو مركا اسكهر يمي
laba shay baad dareemaysaa bay leeyeen koow gurba gariib inaad tahay ka labaadna waxay dhahdaan challenges waxyaabaha kaa hor imanaya inay wax xooggan yihiin haddii aad rabto markaa inaad maintain garayso inaad haysato waxaagii waxna kororsatid lama mid ahaa markii aad ku noolayd bulshadii aa isku dhanka u socoteen marka kan waxaad u baahantay bay leeyihiin waqtiga ugu badan iyo xoog iyo xoolaha ugu badan inaad geliso waxaagii hore saad u xijin lahayd intaa kadibna aad ziyaada soo hesho qurbadu waxaa dhici karta inay kathratu shubahaad tahay mucaqadkii iyo waxa la aaminsan inuu aada u kala gedisay iyo shubha badan wax badanoo ku shaki geliya diin ahaan inay kugu soo biirayaan ama waxaa dhici karta inay tahay kathratu shahawaat wax badan oo shahwaati nafsigaaga kiciya mansab doonkaaga lacag doonkaaga baahiya bini aadamkaee kala gedisan wax badan oo hor orda asal ahaana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah wain tutic akthara man fi lard dadka inta badan haddaad maqasho jidka ilaahay way kaa luminayaan qola sociologuna dee maanta waxay noo tilmaamaan bulshooyinka elit group yar koox yar baa hogaamisay bulshada weyne xaggii loo kaxeeya unbay u dareertaa dhanka loo wado uun waa shibher theory bay yidhaahdaan theory-ga xerada xoolaha waxay dadkaba ka dhigeen inay dad xero ku jira yihiin xoolaha uun xaggii loo sahangeeya ama loo kaxeeya u dareera kolba inay yihiin ilaahina wuxuu leh wain tutic akthara man fi lardi yudiluka can sabiili illah haddaba su-aasha kooban waxaynu leenahay laba doorasho laba khiyaar oo quraynu haysanaa mid saddexaad ma jiro laba khiyaar unbaa yaalla laba doorasho option isgaad haysaa yacni waa laba uun inaad waxaaga ilaashanayso sidii aad u ilaashan lahaydna inaad caqligeedii xooggeedii tamarteedii keenaysid dheeraadkana markaaad raadsanayso kaas waa option optionka kale waa inaad iska noqoto oo wixii awalba aad ka soo qaxday dee challenge buu ahaaye kaa aad waajahdo malakaasa ka fududkane waa labadaa mid saddexaad ma jiro ka saddexaad dee waa inaad dhimataa saddexaad waa inaad milantaa waa inaad diin iyo dhaqan iyo afba weydaa kaas isagu option ma aha markaa qofka bini aadamkii markuu xisaabtamayo kaasi ma aha xisaabtan ee waxa xisaabtanku uu yahay labada challengekee baad u diyaartay inaad waajahdo nolosha alxayaa kullahaana waa challenges nolosha gebigeedu waa caqabaad nolosha fadhiga cid ku dherigtaa waa yartay noloshu waa dadaal iyo caqabad la rabaa in laga tallaabo ee kee baad diyaar u tahay ma inaad kan ka tallowdo caqabadiisa waa waxaagana inaad haysato waxna ku dirsatid mise waxaad diyaar u tahay wararkan waxba ku hayn kari maysida inaad xaggaaga iska qabato dee taa lafteedu ma fududee challenges baa yaallay wax la cunaa la raadinaya dhaqaala la raadinaya nabad baa la raadin challenge kale xaggaana yaalla inaad kaa waajahdo labada challenge ama labada caqabadood kee baad diyaar u tahay inaad waajahdo weeyaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa tajaaribtii ummadihii hore iyo wixii ku dhacay iyo siday qaar diintooda u haysteen iyo qaar siday u milmeen waxaa kaloo qur-aanka ilaahay inoogu tilmaamayaa qurbadii koowaad ee muslimiintu siday uga baxeen marka tajribo ka horreysay islaamkan inu hadda haysano oo taariikhiya qur-aanka way ku taallaa waxaa kaloo qur-aanka ku yaalla tajribadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo dee iyaba dhul muslim may joogin yani nebigu markuu soo baxay maka dee gaalaa deganayd madiinana gaalaa deganayd carabina gaalay ahayd midh midh baa dadka uu islaamay
dowrka qof oo islaamiya isagu waxay ahaayeen mujtamac yar oo kooban oo ku dhex nool mujtamac ka gedisan oo diin ka gedisan haysta. Afka way wadaagayeen laakiin dhaqan iyo diin ka gedisan oo jaahiliya haysta. Marka lababa waxaynu u baahanahay inaynu wax ka baranno taariikhda quraanku ka warramayee ku saabsan dadkii mashaakilkaasi qabsadee ka soo baxay ama ku dhacay inaynu si fiican u daraasayno. صحابتي النبي جاي النبي محمد عليه الصلاه والسلام غربه الاسلام الاولى سيده وغبحين ويو التمسك بالدين والاعتزاز به في وقت القربه الرفض معها ولذلك اي النبي عليه الصلاه والسلام حكت الماميه صحيح الجامع الصغير عن انس بن مالك حديث كصاروري ياتي على الناس الزمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر مشونو تشالنج يبو نبغو تلمامايا ضدك وقت باكو ايمان دونا قفكو الدين تيسا انو هايستو وكو دقنادو اي لما تينين دحول هايستا يعني دحول دباينا دقواتا و تشالنج هادك وقت اي سيدا الدين تكون نغان دونتا ايمان دونتا اما حديث ابن مسعود ورينا ان من ورائكم زمان الصبر اللي تمسك فيه اجر 50 شهداء منكم ان مالما دمبي يقف دينتي سينو كو دغناده ولمديه كونتن دين كيت كامده من ابو تلمامي سيده اوغيد قران كاله هو كو ورم ان من رير بنو اسرائيل لا يداه يهود رير بنو اسرائيل ومجتمع يدا وغبدن الهي كتابك سو تاريخ دودا كو ورم تاريخ الرير بنو إسرائيل حمو إيا السمابة ويلاده رير بنو إسرائيل نبيا كان نشي نبيا بدان قرآن كو تلماما تا إسرائيل ونبي يعقوب إنان كيسي يوم حياة نبي يوسف ولا الذي وينا علماء بردلي النبي مركي دمان نقضين أنبيا بدان نبي سليمان نبي هود هود ماها سليمان أبيه داود نبي الله موسى انبياء بدن رير بن اسرائيل ودت صالحين قران كورميا بل الهي وحكمت الماميا اني كمد وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون رير بن اسرائيل وحكمد ائمه ضد لو ضيده ودينت الهي كدغي مركي اي كصبرين اني وحود حجستان يقين تودنا اي رسمي اهيد يعني اللبا مدنا مقالين وحن اي دين تهيستينا وي رومي سناي وي يقين سناي second to that obstacleski كهري بالدباطة دي كهرت منا ومي الليعين ومي دبعين اللبا ده الشي مركي سلاح لين باي لهي لهي اي وحي يقول نقضين بنا ادم كتو صالي كواسي رير بن اسرائيل باي كمي دهي وحكالو الهي قرآن كي نوغا ورمي يقروب كالنين رير بن اسرائيل كمي دي بل قروب كالان ايك نوحي الهي كوسي فيه بركورا الى وحيله وقطعناهم في الارض امما غير برسائل وغوغينه بلا يدولك لو فافي منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كوصوبا يكو حنب ويلهاين بلهيلي وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون دباتو ينيو وناق بو وكويت حامن بل اني سو نوقدان الهي وحو شيغي ماركا كوا كوي كي دنبي وكوي لمي فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون إلا يقول كوا قداشد وحمري قلو qoladan maxaa calaamada marka hore kitaabka way dhaxleen dadkii challenge-ka soo maray adka maaha waa dad dhaxlay waa sideeno kale inagu islaamnimana uma inaan dhiman cidna meel kama inaan xoreysan inagu dhul muslim degan oo dad muslimiina la nool umba inuu islaamnimada dhaxlay waliba abiyahoodii buu ka dhaxlay bulshadii uu la joogay buu ka dhaxlay way dhaxleen kuwan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin warisu hadal kitaab asal kana waxa la yaqaan qofka binaadamka ah wuxuu dhididkiisa iyo dheecaankiisa ku bixiyo wuu uga lexa jeclo badan iyo waxa si fudud u soo gala xataa dhaqaale caadiga
waxaad adigu ku dhididay si fudud kuma baxaan. Laakiin xoolaada aabbaha ka dhaxashay inta badan sayrsayrska dhallinyarada wixii ay aabahood ka dhaxleen inta badan waa lagu tuntaa, waa la baabi'iyaa. Laakiin waxaad adigu dhididkaaga ku keentay waxaa laga yaabaa inaad yemxeeriso, ilaaliso, ku xisaabtantid inaanu hore kaga bixin. Ilaahay kuwan wuxuu yidhi warisuu hada alkitaab, way dhaxleen baa la yidhi, dhaxalbay kitaabka ku heleen. Maxaa caada waa marka yakhuduuna carada hada ladna wayaquluuna sayukfaru lana wan yati macradun mithlu yakhuduu, waa iska dambaabayaan, waxay doonaan bay samaynayaan. Marka laydha war wasiyeen waxay odhaan insha allah ilaahay baa noo dambi dhaafi. Dabcan ilaahay dambi kugu dhaafaa, laakiin haddana hadday mushkiladu timaadaba ilaahay leeyay marka la iska qaadanaya. Marka amalka war ilaahay baa ghafuru raxiim, ilaahay baa inoo dhaafi iyo iska walaaqda ayay ku wadaan. Waa maxay kasoo horbaxaya islaamnimo waa khilaafayaan, waxaanay nafta ugu sheekaynayaan ilaahay waa ghafuru raxiim, ilaahay baa inoo dhaafi. Laakiin maaha ghafuru raxiimnimo intuu rumeeyey wixii ka joogsaday oo leeyay ilaahay wixii hore iga dhaafay markaan wadada saxayaa. Wan yaatihim caradun mithlu yaakhuduuh baa ilaahay yidhi. Tii ku labaad oo lamid a hadday soo martana halkii bay ka wadayaan, waa qaadanayaan baa ilaahay yidhi. Ilaahay markaa wuxuu yidhi war kuwan miyaan ballan ilaahay ka qaadin inay de xaqa ku sugnaadaan oo diintan ku sugmaan oo aakhira inay dambayso ogaadaan. Qolo waa nooca. Qolo kalena ilaahay wuxuu yidhi waladiina yumasikuuna bilkitaabi wa aqaamu salaata innaa laa nudiicu ajra almuslixiin. Waladiina yumasikuun, kuwa kitaabka qabqabsanaya baa ilaahay yidhi. Masaka oo bitadciifa luqada carabiya yacni waxa weeyaan markaad qabqabato waa qof aan rabin waxaan inuu ka baxsado. Halaga yaaba dumar ku dhan qabto ay ka siibato qofka caadiga inuu iskaado. Laakiin kani waa qof raba maxay inuu xejisto. Kuwa xejisanaya baa ilaahay yidhi kitaabkan ee salaada oogaya kuwana ajirkooda dayici maaya ilaahay yidhi. Idan waa laba miduun inay dhahno insha allah sayukfaru lana, waa caruurta waa iska hagaagi doontaa diinku, waa arrimaha diinta oo dhamme ay noqdaan insha allahu inaynu sayukfaru lana ku dhisino ku binayno calaa hada almadhab qaadano, iyo inaynu qaadano madhaba atamasuku bilkitaab, inaynu xejisano. Jiilkii hore saxaabadu siday uga baxeen sawir yaro kooban baan wax idinka siinayaa. Afartii suuradood ee qur-aanka ugu horeeya soo dega, culamadu waxay isku waafaqsan yihiin afar suuradood qeybaha ugu horeeya inay qur-aanka usoo hordegeen. Waa laga yaabaa riwaayaadkoo isdhaafdhaafinaya afartani say u kala horreeyeen inaad aragto, laakiin afartaasi inay yihiin afartii ugu horreeyey ayaa badiba culamadu tilmaamaan. Waa suuratu lcalaq, inta ugu horeysa اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آياتك أوقوها الرأية وسورة المدثر آياتك أوقوها الرأية يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وسورة المزمل آياتك أوقوها الرأية يا أيها المزمل قم الليلة ila qaliilan aayaadka ku xiga. Iyo suurat alqalam, nuun walqalami wamaa yasturuun ma anta binicmati rabbika bimajnuun. Waxay culammadu yidhaahdaan waxyigii koowaad ee dee nebi maxamed ku bilaabmay wuxuu ahaa waxyi aan si fudud loogu sheeginay, si xooggan loogu sheegay. Yacnii dhowr jeer buu jibriil halkan qabto intuu nafta isugu keenay nebiga uu yidhi iqra, uu nabigu lahaa ma ana biqaari, xataa markay neeftu ku dhigaadhow sii daayo leeyahay iqra. Waxay culamaadu yidhaahdaan alaslu fi tacliim waa in si fududa laysugu sheego, laakiin waxay dhahay haadihi almasala waxaa la rabay bay leeyahay fii qimati alintibaahi waalsaxwa, in arrinka soo socda wax fudud inaanu ahayn in la soo jeediyo. Afarta shay maxay sheegayaane ugu horeeya aayaadkani ka warramayaan. Laba suuradood masalat alcilmi bay ka warramayaan. Iqra bismi rabbika aladi khalaq khalaq alinsana min calaq iqra warabbuka alakram aladi calama bilqalami calama alinsana ma lam yaclam iyo nuun walqalami wamaa yasturuun. Waxay culammadu yidhaahdaan
waxa ay mas'aladani tilmaamaysaa biljahli inaan diin lagu xejin karin, iyadoo jaahil layay inaan waxba la xejin karin. Asalka diintuna inay ku salaysan tahay carab wakhtigeedii waxaa laga yaabaa aqoon dadka ugu dambeeya inay ahayd, baahiyahay qabtee kale waxaa laga yaabaa haddii adiga lagu odhan lahaa maxaa lagu islaxin lahaa, cadaaladda hala raadiya kan hala raadiya, wax badan oo kale inay tilmaami lahayd. Laakiin mas'alatu tawxiidi waalcilmi bay dhahdeen waa wada socota. Asalku wuxuu yahay markaa aqoon ilaahay la barto, rusushiisa la barto, aakhira la ogaado, cilmi baa lagu xijin karaa. Waa shayga koowaad ee laga fahmayo bay dhahdaa. Shayga labaad ee laga fahmayo aayaadkani waxa weeyaan bay leeyihiin, qofka bini aadamkii ama isagaa dacwo wada ama isagaa dacwo loo wada, ama adaa lagu raadaynaya, adaa sii milmayo sii socda maalinba in muquuranaya, ama adaa wax raadaynayo gruubkaaga isku dayayanad biiriso halkaaga inaad ka dhaqaaqina inaad cid soo biirsato adaa isku daya. Si awgeed ba ilaahay wuxuu ku bilaabay yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabir, kan istuu duubayo baa la yidhi, ka codig, ka codiin sheeg rabbigaana weynee, wathiyaabaka fatahir, naftaada iyo qalbigaaga iyo maradaada iyo waxaaga oo dhan taahir yeel, warujsa fahjur, xumahana ka hijrood, walaa tamnun tastakthir, waxaad wadana ilaahay dartii u wad xulaa ku raadinin adoo ku badsanaya ha samaynin, walirabbika fasbir, jidka haddaad qaadana mashaakil baad la kulmaysaaye sabir oo adkaysaa laleeyay. Yani waxa lagu bilaabay nebi maxamed haddaynu dhahno calayhi salaatu wasalaam, waaba aayaadkii labaad ee kusoo degay sida culamo badani qabto, cilmigii ugu horreeyay intuu leekaa waa iqra iyo waxooga riyooyina cilmi intaas u hay. Haddana iyadoo cilmigu intaa ku kooban yahay waxaa la yidhi maxay, mabda afaafi, mabda bilow. Idan waxay dhahdaan khayru difaac, si laysu difaaco waxa ugu fiican bay dhahdeen adigu weerar gasho. In adiga marka lagu arko la yidhaha war waa kii wadaadka ee mudiin sheeg xagee inooga du, adigu inaad tahay qofka wax raadaynaya isku dayaya dadka inuu raadeeyo. Laakiin insaanku dhibta tirada badan la uma adkaysto ilaa iyo inuu ilaahay xidhiidh dhab ah la leeyahay mooyaane. Saa awgeed baa waxaa la yidhi yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil alqur'aana tartiila inna sanulqi calayka qawlan thaqiila inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wat'an waaqwa muqiila wadkur isma rabbika bukratan. Okay, ilaahay wuxuu leeyahay kan istuu duubayow kac, ka isdadayow baa la yidhi kacoo, ilaahay isu taag markaad dhibi ku qabsato nolosha caadiga ah. Haddii adigu aad iska qaadi kari weydo maxaad samaysaa? Sida normalka bini aadamka lagu yaqaano waxa weeyaan inuu fakaro asxaabtiisii ciddii wuxuu xidhiidhka la lahaa war maanta yaad mushkiladan yaa ku caawin kara. Masalan problem dhaqaalaa kugu dhacay, marka koowaad aad mushkiladda xalili karay waxaa soo odhanaysa bartalayaad wax ka soo abaata ama wax ku siiya. Marka maskaxdaada markaaba waxaa ku soo degdegaya midhadhkii xidhiidhkii nuu fiicnaay ama hanti haystay ama wax ku dhaamay ama caynkana aad tidhaahdo warbal waxyaamaa hema, inaad wax ka weydiiya inaad wax ka heshaba waa suurtagal. Qofka muslimka ee dhabta ahi markay dhibi ka hor timaado xalka koowaad ee uu raadiya waxa weeyaan rabbu samaawaati wal ardi, inuu xidhiidh la sameeyo. Man biyadihi malakuutu kullu shay, ilaaha gacantiisa wax waliba ku jiraan, albaabkiisa inuu garaaco. Saawgeed baa nebi maxamed markay dhibtu ka hortimay ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila, kan isdadayow, kan istuu duubayow kac habeenkii intiisa badan in yar mooyaane, nuskii ama wax yar ka yaree baa layidhi. Maxaa lagu cileeyey inna sanulqii calayka qawlan thaqiila baa ilaahay yidhi, war culus baa lagu dhiibayaa.
تعودني هي الدين كان هي القران كان هي السيستم كان نتقاضى ارين فضود ما هبا الى هي لي والعلص با لو سينيا لكن ور كان علص وحقو فضوينا يا وامحي حديد كاد اله الى الله كلما حديد كان رب لا لان يو ضعيفه اسبدل كان نولوش اني حق حمي ودقدقيه مركزتو حوغيستو حديد كاد اله الى الله حجسدد حجسنس الدين كاغي وحاغو وحوغو بيا اذا ايات كان مركان اسكو سو دارو انا غور ربا ان راي غودن كتلمامو كوبا وحويان ان وحلا برتو ودين تاد عن علم ان اتكو سغرات ويو شبهات كما جوابي كرتيد اما مكر نولان كرتيد علم مو يعني شبهه دا دليل با كان ريحي كرا دان الدليل هي سنين وتشبيسه إذن علمين ويهي لابد شهوات كنا حديد كاد إله إلا لدي بدني دي سريحة إن دي إلهي حديد بدن لا يالط فافين تدين تنا environment بيكو أبو ريسات كل نحن ولا نكرتيد إن الدين تفافي سيد ومركاسي أتفافي سيد صحابة دي هي النبي جي مركي مسائل كاكو أتكيستين نلاش وما يفضوضين نلا الأدق بين كل مين قار لا تورشر قرأيو قار لديلو قار تورشر ككل انت يسوع النبي محمد أركا يا عليه الصلاة والسلام قار تورشر لقدي له سحابة دي سكمة ده قار سيدي لو تورشر قرأينا ييجو تيود ما يسيا لك سيد دايو نوح والبوي يشين أدنى إلهي وحلي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بين هيري مؤمنين تو حكم درج كر شيغي وحي الهي وبلن قادين سو شو قضيه الصدق اذا كلمه الدين كر شيغي وحي محي بلنا الهي لا قالين فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بلده وحكم ده قار سدا كدنتي يغو جيدكي كو تاغن يا قار سغيا ودضا سنه هيا إلهي مركو صحابة ذات المامي وحلقو المامي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار والرقبة إلهي إليه كواسي أنا مشغول إنن تجارة هي بيع هي وحقدست هي بيع مش لعك حكس وما الدنيا حكس وما كم مشغول إنن عن ذكر الله إلهي حسكيس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صلاة دوغستيدا مرر بدا محايد هذا سؤال صور نغنوضة هذه قور وحكم ده صلاة دي شغلة صلاة دي شغلة شيخ دي شغلة دي محان سمية صلاة دي بعين كان صلاة دي بعين ويو شغلة حق نموهبة لكن تنكلا أكتين تقيل كل لور هذا شغلة غيل لور هذه المسيدة شغلة وشغلة وحاوبة هنقيل لور هذه هو محي وصلاة يسألوت كني إلهي نو حطت المام يا قلادة تموح لقسي فين يهين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأيو يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ما لبي كعب سنيا دات شقد الغير يرقى على الدرات غير عب سنسا لكن قل هذا وحي كعب سنيا ما لن قلبي هذا يو قرات كيا عنده يو وحب قلقل مال عب سيدا ما لن تاكا هي سيد رادد مركز تايا وحب بريورتي قولة نمبر ون عبادة دو دي كوا كان كاو حن لين كو أهلو كتاب كي هوري هدي غربة دا وحي كقبح مين وكقبح كرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون والذين يمسكون بالكتاب كتاب كوي قبسني وحين كقبح كرنا بين لنا وحي الصحابة دي النبي محمد كقبح دي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله محمد يا قرآن كي كواد النبي وكسود دي سيدو التوجيهي حقو قدري وحين كقبح كرنا بين لنا مركا اينو قرنو وحينو هيسانا وحينا قمقاننو كقيمة بدنيه الاعتزاز بالدين يعني ما وحن رادين يا قيمة بدن مسوحنا استقيمة بني آدم كمرك وحيف سنة يا ما وح قدان يا واحد وح كل رادي سامحي ده وح قيمة بدن لأنه حقا قصوا مره
شيء تافه ما يبستيد وحان قيمة كتشو وقنا مو حكر من ربتيد ملوشة مدينة قيمة بضانو إنو إلا لناه بسوحيا باكالي إلهي وحينا برينا إنو دين تينا معتزين كوا كفانو حيشيستا ما هكو حيشي يقرأ حيش انتو حلقيا بينا استرادة إلا لي لكن هدينو صلاة دي قبرنو وصلاة دي اسكتو كل لكن دبل ميلها عن الغار كنيو سؤالوا مسخوش ما لقط كان كرايو ميلها ما لقط كان كرايو قاعد قاعد يقول وده كرسي بس كيت كان كرتا يا ميلها سؤالوا بدين لكن الاعتزاز بالدين هو قد سي دين تهدينا معتزك تيس هذا رد دب إلهي وحلي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والعزة يشرف وح على بقى إلهي لي الله يرسول كسيين ترى عضي منافق وسيم فهم سنة تاسم حيك إنسان إسا صحابة دي دين تهيسي بر بر كان نلاش من يتشبينين مثلا تقال الله دي قوة ويناية صحابة دو قشي وحكامي دا حرب القادسية عراق ماشان لا إرادة يكوتا الله عراق وحا انت هذا بدن هيستي بيرشيا دولة دي إيران ما كتلين شرتي دي عاصمة دو دي مدائن وبغداد دي نعيدها كما فوقا مدام اي كتلين شرين مركي مسلمين تايو نما كاسيران تايو مجوسين تا دقال الله دو دحمريين دقال الله دي قوة وينا وحكم دا دقال كا قادسيا دور بغلو كونو قالا يسودنا يكونو صحابة باي سورتاقن يا انتي لسعوتايا صحابة دا وحي هقامين ايا عشرة المبشرين كامدة سعد بن أبي وقاص بعيدا كوطا قل هذا كلنا وحيه قامني أن الرستم ليلة دو جان الندو دي وويناي لقدم بيه كامدة مركان الرستم وحو الرباب اللي مكاني منت لسيدي أفكري يعني أنه أقاده وحو سعد ويديستي إنه أصدره عد وضهد البلو نحمره نمبا الله ديري وسوع علي متكلا بلي صدر والله دي صدح نمبا كل بمدو تغي صدح السحابي أي كل بمدود تغي مثلا ميت كميدون هذين سوق عدنه ربعي بن عامر با كميدا نين كانوا يروحوا ربعينو هنچ بيو السحابة ده تنوط المام هو حن سو صاري قاتش أيان دقال الدون هذي تينا دقال بحيو مركا سريتي بقرطوية ده مالا دقي دبتنا ريد كار بتسكا أي الله وراي نولادو بلادن نين كان مسلمين تكسو عدا فارس يرو قابن بوطا وأنا نتاسو بلود دقال كسو تشري دنين اي كام مغطو ادون يوردل دلال كي ماها ربي بن عامر وفرس يرو قابن وطاسو بحي دبتنا مركو سو قاري ميشو دي بسكسو دول اريي فرس كيسي كما يدقيني هاي علماء تاريخ شاقان بركي مو ينكي ميشا تيتسانا متكمدو فرس كو حدا دبتنا وكسو دادعو حقو سو دادعو حي دادين بقر كسان لوغو متقو خوب كردك بارك أدو هبسيت الله ماتقو وكويد بارك ويسقى إيه ده يانو قومين ربيني هذا ربطان السيدة يدم بينو قلت جيّا هذا يدا ربنا واسكر نغنايا بارك والله شجعوا على ده رست منك وحلي هي يانو إذا كأي ده مع ما معهوب كي ينجلي هي أما واسكر نغنايا سوداي وكويد معهوب يس سوداي شجعوا يحس يسيتو صقل سؤال بالويدية مركا ما جاء بكم ورمحايدن كياني ما باريه قاتشي يدبيو بلايه كسوه محايدن كياني سحاري وقتماده وحوق جوابي الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام إلهي بان سواب بحيي إنا نقصى ردتك عدي وضونه الضوما هيس الضون سنة يانو إلهي الضوما وردقنه حنوسع النابلين البنادم كحرينه مخلوق ومخلوق خلينا نوادون صن إله يقول رينا يدتك أضام ونقضاء ندتك حرية هلان بحنوسع النابلين عبادة إلهي قارك النقض وحنو كلاوسع النابلين إن ندتك دنيا عريدي هذا كسر رب العيد وصاره هذا وان كان كربت يضع أصل كتاي عرش جوين كفر ديا أيوه حكوله عريدي كسر ريا عريدي هو قلبي كان الدون قيمة ولا ما فردي وين كربت يدني وحن نكون فردي وحن وين قيمة وما سمينس وحن وحاو كلف عن
cadaaladda iyo maaragtay tawxiidkiisa iyo diintiisa iyo waxaa istaa kala feex, marka wuxuu leeyahay adduunka waa dhib baad ku qabtaaye, cidhiidhigana duumanka bixinaya ee waxaan kuu saaraya maxay ballaca adduunkan ku geynaya buu leeyahay. Waxaan kala u socdaa buu yidhi diimaha dulmigooda inaan kaa kaxayno islaamka cadaaladiisa kuu saaro. Yacni mowqifkani wuxuu sawiraya ninka kani walow uu meeshan nin ka xoolo badan oo ka bidhbidhka adduunyo kaga fiican uu taagan yahay inuu muctaz bidiini yahay, diintiisa wax u dhiganta inaanu jirin, inuu rumaysan yahay, taasi waxay keensanaysaa inuu qofkani diintiisa ilaashado. Ilaahay wuxuuna wuxuuna leeyahay xataa haddii sida kale oo dhan laydinka xoog bato, walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alaclawna in kuntum mu'miniin. War ha liidanina baa layidhi, ha murugoonina, idinka koreeya haddii iimaanu jiro. Daad rumaysan tahay rabbiga ayay ku xidhan tahay, adaa koreeya. Qiso labaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka aha ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbiyay say u muuqdeena, markii beyt lmaqdis muslimiintu ay furteen beyt lmaqdis, ninka furanaya ciidankaasna nin kaloo casharat lmubashiriin ah hogaaminayay cubaydat bn ljaraax ayaa ciidamada watay. Dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa, saasaananu idinkula heshiinaynaa, laakiin furaha wuxun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado, isagaanu fura ku wareejinaynaay. Sidii buu ku soo baxa abu cubayda, cumar buu la hadlay, wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen, dee haddaad noo iman karaysa kaale. Cumar wuu soo baxay, wuxuu rabaa furihii beyt lmaqdis inuu la wareego, meeshana isaga furaha loo dhiibo, mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho. Wuu soo socday, markuu meesha in yar usoo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidhiyo roob helay oo dhooba midhana. Dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay, ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay, neefkiisiina soo hogaamiyey, dhoobadiina iska soo dhex socday. Aba cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo, aba cubayda wuxuu yidhi, cumarow, ma jeclin, maa yusirani ana ahlu lbaladi istashrafuuk. Xadiidka xaakim warinayo, magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaar dhoobada kule ah in lagu arko, maan jecli buu leeyahy. Cumar ereygii wuu dhibsaday, adiga cidana awah low yaqul haada kayruk buu yidhi. Abaa cubayda, waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo. Abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyay, laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay. Marka waa ka xumay buu leeyahy, low kayruka qaalaha, mid aan adiga ahayn mu warkaas ka soo baxa buu leeyahy. Dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii. Abu cubaydaba waa ogyahay, laakiin wuxuu yara rabo un isagoo amiirulmuuminiin kuu muuqda amiirulmuuminiin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado. Laakiin cumar wuxuu ku leeyahay, waxaanu ahayn inaa kunnaa dalla qowmin, dad aad u dullaysan baanu ahayn, ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyahy. Markaanu carab ahayna dhulkaygii jooganay dad dullaysan baanu ahaan jirnay, laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan, haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn, ilaahay waa nadulaynaya. Ilaahay diin buu nagu sharfaye, waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa duloobeyna. Waxaynu uga dan leenahay, waxaan uga dan leenahay qofku muctaz bidiinihi inuu rumaysnaado, in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn, bidhbidhkana adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn, taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xajisto. ilaahay isagoo nebi maxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam, wamin waraa'ihi saxaabada lala hadlaya waxaa la yidhi, fastamsik biladii uuxiya ilayk innaka calaa siraatin mustaqiim wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun. ilaahay wuxuu yidhi xejiso, fastamsik biladii uuxiya ilayk, wixii lagu soo waxyooday xejiso, waayo jid saxa baad ku sugantay baa ilaahay leeyay, jid quman baad ku taagantay. wainahu ladikrun laka waliqawmik, qur-aankaas iyo waxyiga iyo diintaa lagu soo dejiyeyna sharaf buu kuu yahay
adiga iyo tolkaababa ilaahay leeyahay, ilaahayna weydiin weydiin doonaa. Marka wuxuu ugu qaalisanaa inaynan siisanin maxay wax liita. Man kana yuridu alizzata falilahi alizzatu jamiica aladiina yatakhiduuna alkaafiriina awliyaa min duuni almu'miniin ayabtaguuna cindahum alcizza fain alcizzata lilahi jamiica. Marka waxay leenahay shayga koowaad waxa weeyaan inaynu qurbadan kaga baxno wixii ahlu kitaabkii hore ilaahay ku tilmaamay inay kaga baxayeen, inuu kaga baxno wixii saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaga baxday, inaynu muctaz ku ahaano dad ku faanaya oo aan qarsanaynin diinta tar inaynu noqaano. Wixii inala kulmo markaynu waxaan sheegayna macnaheedu ma aha nolosha oo dhanba iska fududaanayso, gaal ku dhibi maayo nolosha, wax maya system dhan oo dhisan oo waxaan kasoo horjeeday inuu nimi. Laabud min tadxiya, waa laabud in culayskaa hor imanayo challenges ay jiraan oo dhib ay jirto. Laakiin waa maxay taxadiyaadka? In geesinimo iyo sabir lagala hortago. Geesinimadu goob dagaalo qudhan maahe, geesinimada adabiga aba ka roon. Kelimatu lxaq inaad markasta ku dhawaaqi karto, waxaaga inaad muujisan karto, inaad ku dhiiran tahay mabaadi'daada inaad xijisan karto. ولذلك با إلهي رير بنو إسرائيل كي هقاقي وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وركوا إيمانك لقاها لي با إلهي صبرا والله الصبر نكتبال لي مشاكل كوكو بضن دونا يو وابن آدم وحنك لو إذن كهر إيمان يا إذن كصبر بضن با إلهي لي ورابط في ثغوركم قوابها أدكو جرتان أدو في سيدين نحي جستة إلهينا كعب صدى وقولي سندون تنبا إلهي إليه سبحانه وتعالى. انت كدب حينو بهن هاي نوع من الحكمة، نوع من الحنكة، نوع من اللباقة، نوع من الرفق يدو مبادي دكو حيش سنينو هدنا. انت اينو سيف ضد وحوة دي كرنين اينو وضنو مارك قف قال ايه دين تادي حج سادات كبارو باو فهمون عنفي يد دقال يقال لفسني يو ان سيدا مقيق ملك استكال هورتك سيدا سنة ما صح ماها وحاجة هايسو حجيسو. لكن دي مرتاته سلوبنا انو لو يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكروا إلا أولو الألباب. عائشة أي وحي شيء قيسا حديث الشيخين كورين أيان ولا نبي قوتي من يقول دي كوتشي سيسا يو عاية راسا وحي كويلا دين السلام عليكم. السلام لام كان لقبه دي لكن وحل اسكرد يدي اللي يري السلام عليكم. السلام عليكم وقيري كوركا قهات وأخبار السلام عليكم نوا ربي هاكو حفديو نبت قال يي وانا كركا قاض. السلام عليكم نوا موت يا غيري يا بلايو كركا قاض دبتنا. عائشة انت عروتي مركي با وحي تيري بل وعليكم السلام نوا اللعمة ايدنكا عرضا اللي يا غيري دي سيانا عدشي وكركي ان ايدنكا ها طبي تيري نبقو عليه الصلاة والسلام اشتاقو كوانا مغلي وحي راهدين عائشانا مغلية وحي تري أيو عائشة هدنا تلصينا يا وحلي يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. عاشاي إلا هو الرفيق وكو سيدة بعسان تتكو دمرية يحب الرفق في وحو البنين سيد دمرسان لو سمايو أي ألا تشعلي سبحانه وتعالى. عائشة وحي مود نبغينا أنو مغلين ملا دمر دمرتاني واني وركبان مغلنا أو لم تسمع مغالب وحيكو هاد ليان ميان مغال إلهي الرسول كيسيو قد قلت وعليكم من نبويري ومغلي يعني وعليكم من بان دوسو قابي وحن قدن لنا هاي حديث كالرواية دا إمام مسلم حيث الإمام سيئن الله تعالى رفيق يحب الرفقة ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواية كالو إمام مسلم ورينا يا رجيني يا يدنا وحي شيقيسة عليك بالرفق
وإياك والعنف والفحش، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. وحنو قد لنا يون عقيدة دينية، مبادئ دينية، أخلاق دينية، دقن كينا دمانتو دان حيش سنو تام عنه دان اللقى ما فهم أيو عنف أيو المشاكل كلان أبور اللقى ما فهم أيو إيو حال لقى فهم أيو إنا إنو عقيدة دي إسلامي إيو دقن كإسلامي إنا قد الموضع قد يدى kale aan tilmaamayo waxa weeyaan waa inaynu kala garannaa maxaan qaadanaynaa maxaan ka tagaynaa waa inaan kala garannaa miyaynu maydhmaynaa waynu baaba'aynaa dawabaan mise indimaaj halkan markaad joogtaan erayaa laydin sharxa la yidhaahdo maxay assimilation iyo integration dadka baad bay yidhaahdaan giitoobay galaan qaarna way assimilate gareeyaan qaarna waa u dhexeeyaano waxay galaan maxay integration kiitoog waa intaad meel isku qafiliso xero yareed wax walba may tidhaahdo taa dee adigunbay kaa suurtagaltee yararkaaga iyo islaamaagi waxaaga kan kama suurtagalaha in haddaad dee meel isku qafili karaysana kaagi baa kuu roonaa inaad isku qafisho waanad xaggan usoo bixin ku darsankuna dee waa aad oo dhintay oo iska milanku waxaa soo hadhay waxay iyaguna inagu wacdiyaan inanaan u baahnay inay fahmno la yidhahdo integration meel walba waxaa la leeyahay integration integration politicianski iyo nimanka siyaasiyiintii bulsho kastoo homogeneousi way ka fududday bulshada kala gedisan tacadudku iyo noociyaadka kala gedisani waxyaabaha qaarkood way ku fiican yihin bay dhahan laakiin siyaasiga uma fiicna siyaasigu wuxuu jecel yahay dad isu aragti oo isku dhan ujeedo dee dhan qura wada kaxeeyo laakiin dad geesale waa ku yara dhib badan tahay marka iyagu integrationka ay sheegaan inta badan siyaasi u badan yihi laakiin adigu inaad integreysto waa sax laakiin laba weedhood waa inaanu kala garanaa ma alfarq bayna attabaciya waalistifaada bayna attaqliid waalcilm maxaa u dhexeeya inaynu dameeridhaan raacday noqono ku dayano oo wax walba ka qaadano iyo inaynu wax ka faa'iidno aqoonna ka kororsano wax weyn baa u dhexeeya wixii wax anfacaya ean diintaada ka hor imanaynin inaynu ka qaadano weeyaan laakiin masaa'ilka caqaa'ida iyo diinta iyo akhlaaqiyaadkeena iyo cibaadaadkeena waxayn inaynu ka tanaasula maaha inaynu ka tanaasula maaha marka waa inaynu kala garanaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa inay dhici doonto la tatabicunna sanana aw sunana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac waxaa raaci doontaan buu nebigu yidhi wadooyinkii dadkii idinka idinka horreeyay taaka taaka iyo dhudhudhudhun saxaabadii damintidka ahayd ee wax iska soo dhicisay ee dhulka xoraysata ee caynkana buu warkaa ku leeyay markaasuu nebigu wuxuu yidhi weliba xataa low dakhaluu juxra dabbin la tabictumuu la dakhaltumo xataa hadday godmasa lugalay godmasa cagalay hadday galaan waa ka dabagelaysaan buu nabigu yidhi markaasa waxa dhahay yaa rasuul allahi alyahuuda waalnasaara ma yahuud iyo nasaara qaala faman yaa kale buu nebigu yidhi yaa kale maalin kaleo haddana nebigu wuxuu yidhi xadiidkan oo kale sunana man qablikum baa raaci doontaan markaasa waxay dhahay arruma waalfurs ma romaniska iyo bershiyanka yaa kale buu nebigu ku yidhi ibnu xajar raxmatullaahi calayhi markuu labada xadiis ba fasiraya wuxuu leeyahay wixii siyaasad dawliya iyo baabka ku saabsanna wadada romaniska iyo bershiyanka ayaa raaci doontaan hadday noqoto bidca iyo diin abuurka iyo waxaan kalena waxaa raacaysaan maxay alyahuuda wanasaara idan asalku muxuu xadiidkan inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamayaa qofka muslimka ah wuxuu kaga soocan yahay inuu garto yahuud iyo nasaare muxuu kaga soocan yahay romanis iyo bershiyan muxuu kaga soocan yahay mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baad kaga soocan tahay maxaa wada leedihin tajaarib alinsaaniya wixii ka tirsan bini aadamku wuxuu eeg experienceku ku dhaxlay aqoontan la sheegayo dhamiinteeda badani waa maxay waa tajaaribtii bini aadamku uu kala dhaxlay idan waxaynu qaadanayno iyo waxaynu ka tegayna inaynu garanno ilaahay markuu qur-aan ka warramayo ambiya ilaahay ka warramay
في سورة مريم بن رجينيها أنبياء إلهي كورمي نبي هبل نبي هبل نبي بركي أنبياء الله كورمي أي إلهي سقصوا الضوضوب وحولي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا كواسب إلهي وكوي إلهي النعمي ذرية النبي آدم يكوي النبي نوح يو نبي إبراهيم يا نبي إسرائيل وحي دلين انت انه هنون نبي إلهي لي إلهي آيات كيسا مركة مقالان وخضوعان وسجودة لكن جروب كالي جروب كان نبي يدك بحسن با إلهي طلبا بهذا فخلف من بعدهم خلف جروب باكوا الضبان مريبا إلهي لي وهو ضدو دي كوي عدي محي سمعي أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا صلاة يضيعين شهوات نفسي وحي ربتي اسكر راعي كواسي نارتي قليا بلغوت الماما محان وقدون لاني مركا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وحن ودن لينا لينا حي وين نقرنا وحي انو هاي سنة انو وين نقرنا تجاربتي هوري إلهي وحنوات الماما يدول وحي للربي إني كتغان مو يوحي للربين حجستان كدعي ومحاكم ذا مثلا لا يوحي الماما يوتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وحدتك كو أخر دابا إلى هيري وركي كي أنو آيات قسيني مدين قرن أيوها محاكو دعي فانسلخ وكسيب ميبا إلى هيري دابتنا شيطان يقرب كاسو كبير كإلهي مركو تلمامي وحاليلي فمثله إلهي وحو مركو صوت تلمامي هدي إلهي دون يوقف كاني دقف سغنب النقل الله وكال صوشيك وحاليلي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كاتو ساليسو أي قبول لم يباليلي أي هدي اللي إريان عربك والله الله ديا هدو سكفرين عربك والله الله ديا حولك لسيدا معها حولك لمرك كليل يو حضر يمان بي هراريوضا مرك يسير نبط قبان ديما هراريوضا ايقو لكن مرك استبايسو عرب لالا كم حوهيان هداي الدين لو شاقية هدان لو شاقية واسكمت إلا ان مرك هرب الدين بو هايو وكبعي وكتاب حور دي وداد قولي كتاب حور ما هدين ودادا ودها عرارو داد قوة ودا كتاب حور بو نغاني يعني بينتو هايون بو حور ياهي يعني صلاة حورة يعني إنك دركسان حورة با يعني بينتو هيو حورة وحكا له إلهي القرآن كينا وقشي يغي شيطان كو قرآن ما هي داد متربسين نين ودادا فرديان داد أغار ستاقا وچعل إنين قصاران إلهي وحولي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إن بدنوا أهل الكتاب كمدي وحي تشعلي إن بايل هاي ديني الدين تاني دين كبحيان إيمان كدب ديني قال لما يدين عليان ولي بايل يقو حق وعد يهي مري وحقرتين حاسد نمي دراد ديد بايل هاي دي كواسنا ينوى تشوغا مركا وحوى يان وضعي قيو آدك شايدانو ميش تشوغا قولك لو كو قارسان يسو ميش تشوغتا يا دي قول لبع لبع لا دايس هشان تعرق وخطر مركوين انو خلق قرنا اون حينو كررسرنا محينو ان ديبو صور نقضى مركاسي وحن كبلا بيا هل كان وينو نمي يسو آشاء سفي عن قفو لباهو جواب ما وحاقي ادوغو هستين ادو وحكو كررسطة باد ربتي مسين ادو حاقي وحكو بدلتو نقير ربي وحي سين وحكو كررسطة وحاد هستة الدين باوين ادو الدين تيوين تحجيسا مركز سينو كوضا هادلي انها الدنيا وحي انو كرر سريني تا هدين لوايو ووحي ما وحكو بدلان ايا ادنا عيني شغال لغسين الدين تي عرورتان والا قالتي ادنا عيني شغال لغسين نبت قلية ايو حد كون والاتي وكان لكن نبت دوام حي ابو عليه السلام والسلام مركو ينوت المامي
هدي أفكارت رميسان تي يو بلشدو وحي رميسين مركز وافقان نبض هليسو حنا بقولي من أصبح منكم آمنا في سربي معافا في جسدي عنده قوت يومي فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها نينك وابريستا إساغو نبط قبا في سربي أي في قومي أو في مجتمعي أو في أهلي كوري سي رير كي سي دت كي سي كوابريست يعني بلشدي يسكو وحامي سرايا نينك كوابريستا إساغو نبط قبا كاسوا معافا في جسدي جدهان عافمات قبا عنده قوت يوم ما انتوح وافق قليانا هايستا كأدون كبو كلن يهيبو نبو تلمامي يعني كاسو هايستا ألمني نفسي ولمني العقدي ولمني الفكري ولمني السحي ولا وحي الشيغان وردنا يكو الرمان أياكو صوروا ري لكن انك وابرست في غير السربي جروب كي سعيد انا انك وابرست مبادئ يا افكاري يا عقائد كلا قدسان لاسكال هوري ما ادو كاسي كاسي مال خطر وجوغا مركز سعاشو وحيت هاي هدات ربطاننا وحاهي ستين وحكو بدلتاننا دي هو مسألة هدات ربطان وحي اهي ستيننا هاي ستانا وحكرر ستانا وحاهي ستين سيدا وهي سن لهاي دين عقل قيدا وين كانتان وكو ومدنمو ينسكو حدنتين لبا وجهد يدقال اي حوق اي وقت ديرادة سوماليا مركا تشوكتا انت الدين تكون بحين شرطة هادا وين لبلاب كي يسد حلاب كي تكون بحيسا هادا يدقالت تاي هادا يوقت تاي اي هادا يفور تاي جهد تاي وين تكون بحيسا وين انو اقبال الله انو انفست كريسان وحي انو امن سنين سي وورد ورسومي كارو هلا يا باين لقا عوضو معلمين تا إنه مساجد كوحدك تا ودي وضعي قبل ما صعد أنا ما صفي عنه ما قرنا يان إن كان وعين كان تهيو شو البيه هذا تربطه تين ربنا معلم كدوني ده وقف في عوا كياني كرتان ما قال دينة تن أما مصر ككيانا أما الصومالي ككيانا أما مش الدون تا ككيانو وكياني كرتان قف ويل تريني ده إكسبيرينس ده وحقرنا إياه وهذا المهم إنه ودي بتان وتكيني كرتان مدينك واحدة برا لكن ما حيو باهن طاي تهنا دين فس كريستان إن هذا وقتك بحسان إن أدات لهذا والله دي مالتين وصول شقية قور ما وحدك تا دي واحد شو قنتون سوالة دو دقم بيشي يعني يلي والمحادو عدايين ويدي بان ليدو مالتين قيلا رعب ويدي هبين كنو وصيح لا قور ما عداي دا يعني اسمعه كعوضي إن أنا وقتي وهليدين عداي إن أنا وقتي وهليدين فهذا ما لنتين قال الرعا تتين واعينك تترى ما لنتين قال الرعا أبي كنا وانسي هذا يقول من دين برتا تدين لهم باكله واحد واحد كلاما إذا حتى إنه هل كان ربنا إنه يشوقنه ديننا هيسنه أما دقنا هيسنه ما أفكرنا هيسنه وإنه الله ما دنا إنه ينفسكر إنه وحي الناس ده إنه هيسن الله أو هدينو عقل كون في سكريني هدينو جهد يا تايم كون في سكريني هدين لعب كون في سكريني نبا وين نتجاوبنا مركا انتينينا وهيسان كرنا إن شاء الله زيادتنا والراضعين كرنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.